مشاهدينا الأحبة، شفنا احنا وياكم درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، كان اكو ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، وحسب ما تقول الأنواء الجوية وانتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع راح يصاحب ارتفاع بدرجات حرارة عالية. يعني من بداية دخولنا لفصل الصيف ولغاية يومنا هذا راح يكون ارتفاع درجات الحرارة كلش عالية، والله يساعدنا خاصة شهر رمضان مبارك. أجل والله حار محارة، يعني حتى لو أجر يعني آمنت بالله على عيني وراسي، بس اليوم إحنا متعارف عندنا بالعراق فصل الصيف يعني جونا صحراء، جونا صحراوي كلش نار. بالضبط. مشاهدينا الكرام، قبل ما ننتقل لموضوعنا خلي أبلش فيها حسناء أسأل السؤال وبعدها راح نفوت بموضوعنا. شنو اليوم اللي خوفش؟ اللي خوفني أفقد شخص عزيز علي، وهذه كلش ما أحب هالنقطة، وبسبب الخوف اللي بداخلي اللي دائما يراودني انه دائما احب اشبث بالاشخاص اللي احبهم واللي اعزهم واللي احاول جاهده انه اني ما اخسرهم، ممكن اتصرف تصرفات تخليني يعني بسبب هذا الخوف اخسرهم اوريدي، لان اليوم التصرفات اللي اني اعكسها بسبب الخوف والتردد اللي يراودني واللي بداخلي راح تكون اكو تصرفات بعيده تماما عن شخصيتي وعن تفكيري. حلو. فهذا الشيء خليني شنو؟ حتى اريد احافظ عليهم صرف تصرفات يضيعهم من ايدي. صارت من كثر الحرص يعني قصدك؟ من كثر الحرص ومن خوفي على خسارتهم. انت عندك خوف ولا قلق؟ عندي خوف وقلق، وافكر بامور واسوي سيناريوهات براسي ما لها صحه، بس حاولت اشتغل على هذا الموضوع والحمد لله تجاوزت هذا الشيء. اني انت لا يا لا لا انا يعني انا عندي احنا كلنا عندنا هذا الخوف الطبيعي اللي هو خوفنا على ناسنا اللي نحبهم على اهلنا، لكن انا عندي الفوبيا، خوفي من المناطق المرتفعه. لا هذا لو تيجي انا اخاف من الظلام، وعلى شرط من النوع اللي يفكر بالظلام راح يطلع عليه شباح بالليل يسمع صوت باب. لا لا اي أنا عندي الخوف من المناطق المرتفعة، يعني عندي فوبيا من هذا الموضوع جدا كبير. أنت شايف روحك تصير رتشة بيك وبروجيناتك وتقول لا لا حوقع روحي إنه هاي إذا نشوف هذه الفوبيا. فإحنا أكيد كل واحد بينا اليوم مشاهدين الكرام عنده خوف بحياته. حسناء ذكرت وقالت يمكن هي عندها خوف من الظلام، من الأماكن المغلقة الظلمة. أنا واحد من الناس اللي عندي الخوف من الأماكن المرتفعة، يعني الفوبيا عندي من المناطق المرتفعة جدا عالي. فاليوم بمحورنا اكيد اللي راح يكون مع دكتور كريم الترابي انه كل مشكله ولها حل اكيد ان شاء الله. فراح نحكي عن الخوف، منشاه الخوف، اسبابه، اثاره السلبيه، الامور اللي ممكن تعكس على الشخص اللي خاف، وشنو الاثار هذه السلبيه على الانسان، لان معروف وقاعده ثابته انه كل شيء له نتائج، كل شيء له سايد افكت، كل شيء له امور تكون عكسيه، يا اما تكون سلبيه او ايجابيه على كل شخص بينا. فكل هذه التفاصيل اكيد راح تكون بحوار مع الدكتور كريم الترابي. كلش اتفق وياك، وانا ومصطفى ذكرنا نقطتين، هو يخاف يمكن او عنده فوبيا من الاماكن المرتفعه، انا اخاف من فقدان الناس. ما يقتصر هذا الموضوع فقط على الامور اللي ذكرناها، ممكن انت بعملك او باي مجال اخر تحب تخطي خطوه لكن بسبب الخوف والتردد تبقى موجود بمكانك، وصدقوني هذا الخوف والتردد راح يضيع علينا هواي فرص. ما راح يجينا من وراء الخوف والتردد والقلق غير وجع الراس، ومثل ما يقول لك اليوم اذا نحكي على صعيد الامور العاطفيه صدقوني الخوف والتردد ويا الحب بداخل قلوبنا ما يجتمعون بآن واحد، مثل ما يقول لك خلي احكيها بالعاميه، الحب موجود بقلبك داخل من الباب يدخل لك من الشباك، الخوف والتردد والقلق يعني يدخل شيء راح يطلع شيء ثاني، ما يجتمعون بآن واحد. فكل شخص اليوم يعاني من هذا الموضوع من الخوف والتردد والقلق شاهدونا على مدار هذا المحور اكيد مع الدكتور كريم الترابي اختصاص تنمية بشرية يلي راح يحاورنا بهذا الموضوع ويحكي لنا هواية تفاصيل. واتمنى ايضا راح تكون عندنا ارقام ظاهرة في اسفل الشاشة تتصلون بينا وتطرحون مشاكلكم على الدكتور كريم. وبداية صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. رمضان كريم. رمضان كريم. صباح الخير والورد والسلام والتفاؤل والإيجابية، ورمضان كريم على كل أهلنا في العراق والعالم أجمع، ويا رب إن شاء الله يعود على الجميع بالصحة والسلامة والعافية وعدم الخوف يا رب إن شاء الله. قبل ما نبلش بالمحور، شنو اللي خوفك اليوم دكتور؟ حقيقة يعني أنا المخاوف عندي ما عندي مخاوف، يعني اقول وبكل صراحه وبكل امانه يعني.
يعني ما عندي شيء يخوفني سواء يعني ماده ما عندي شيء يخوفني حقيقة. يعني دكتور بكل صراحة كونك صاحب اختصاص ودارس بهذا المجال أو أنت مختص بهذه الأمور ممكن تغلبت على خوفك. يعني كل شخص بينا لابد يمكن ببداية حياته عنده بعض المخاوف، لأن هذا الموضوع تردد الخوف القلق موضوع وارد وجدا طبيعي، فما ممكن أي شخص بينا ما عنده جانب معين للخوف أو القلق. يعني اكيد هسه راح نتطرق الى الموضوع، ولكن حتى تعقيبا على كلام مصطفى، الخوف من الله سبحانه وتعالى طبعا موجود. اكيد طبعا مهم أكيد. مهم ضروري. طيب ولكن ولكن بالظروف الاعتياديه لا، طبعا الخوف هو ظاهره انفعاليه موجود في كل الكائنات الحيه. نعم. ينولد يعني ننولد وينولد معانا نوعين من الخوف. زين. الخوف اللي هو من الاماكن المرتفعه ومن الاصوات العاليه. هذا اول من ينولد يكون معانا هذا النوعين من الخوف. بعدها للاسف تبدي البرمجه الخاطئه. البرمجه اللي اقصد بها هي من الاهل. نعم. يعني يبدون الاهل بزراعه الخوف في نفوس الابناء من غير يعني ان يعوا يعني سوء او عاقبه ما يقومون به. يعني يوصل الطفل اول ما ينولد عندنا النوعين من الخوف، هي مسألة طبيعية. ليش؟ لأنه حتى تحمينا. بعدين نكبر شوية شوية يبدون الأهل يزرعون بينا هاي المخاوف، وتبدأ عندنا عقدة الذنب. طبعا أكو مخاوف إيجابية، يعني علمونا أهلنا بأنه الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من تأنيب الضمير هاي موجودة. هاي الأمور صحيحة الخوف الإيجابي، ولكن أكو الخوف السلبي اللي هو اللي أقدر أقول هو اللي سبب يعني ما يمرون به أكثر الناس. صح. الخوف السلبي تبدأ من البرمجة. يعني تبدأ. أقدر أستمر لو عندكم سؤال؟ أقدر أستمر في طرحي؟ تفضل تفضل. تمام. يعني يبدون الأهل يعني تربيتهم للأبناء عن طريق دير بالك، ترى الله يشيلك يذبك بالنار، الله ما يروح مايك ويقلعك منه عيونك. يجون على الخطية البنات الصغيرات، الله سبحانه وتعالى دير بالك، ترى الله يشيلك مش من صدرك ويشوي تشوي. موجودة في ثقافتنا. موجودة في ثقافتنا. فيبدي الطفل هذا يعني يبدي حتى حقيقة، طبعا تبعات هذا الموضوع، دير بالك ترى الله ما يرحم. شلون الله ما يرحم؟ الله أرحم الراحمين. صح. اي لا، مو احنا يعني تربيتنا تاخذ هذا. ليش؟ لانه حتى يعني في تصور الاهل، طبعا هم الاهل من يجون يتربون على نيتهم، يعني بالنيه الحسنه. هم ما ناسين مثلا علم نفس او مختصين بالتنميه البشريه او ما الى ذلك، حتى يقدرون يربونا بالشكل يربونا باللي يعرفوه، يعني اللي هم تربوا عليه. فتبعات هذا الموضوع بانه نكبر وتبدي معانا عقده الذنب. نخاف من الله سبحانه وتعالى، نخاف من الموت، نخاف من الحياه، نخاف نمشي، نخاف نسوي كذا. يعني تبدي عندنا عقده الخوف من هذه. يعني افهم من كلامك دكتور، افهم من كلامك انه الخوف هو انواع. النوع الاول يبلش يانا بالفطره بولادتنا او الطفوله، النوع الثاني اللي هو يكون بسبب الاهل او البيئه اللي انا عايشه بيها والاقاويم. البرمجه عندنا وسائل الاعلام ايضا، عندنا وسائل الاعلام ايضا تلعب دور كبير في ترهيب وتخويف المستمعين والمشاهدين، وايضا المجتمع. يعني المجتمع سواء كان يعني حتى يعني المدرسه او يعني بقيه الناس اللي نختلط بهم يكون لهم تاثير علينا. اذا احنا عندنا التربيه او عندنا المجتمع، وايضا عندنا وسائل الاعلام. طبعا هاي ثلاث نقاط مهمه ورئيسيه في يعني بث روح الخوف عندنا ووصولنا الى ما يعني نوصل اليه. طبعا الخوف هو، بس خليني اكمل مصطفى وحسن. تفضل. يعني الخوف وجد هو لحمايتنا. يعني الخوف اليوم مثلا انا على سبيل المثال يواجهني في موقف، على سبيل المثال انا في غابه ويطلع لي اسد. طيب اذا انا ما اخاف من الاسد، الخوف هذا الخوف الايجابي، راح يعني اعرض نفسي للمخاطره. قد يعني الاسد قد يفترسني اذا ما امتلك الوسيله اللي اقدر ادافع بها عن نفسي امام الاسد. نعم. طبعا معروفين يعني بعض قسم من الافارقه يوقف وجه بوجه امام الاسد ويقدر حقيقه يهزم الاسد، يعني عندهم طريقه وطرق معينه. يعني انا مو من اختصاصي،
فمقصد كلامي الخوف مثلا انت تصعد على سطح عماره اذا ما تخاف من السقوط يعني معناته الانسان عنده خلل. فهذا الخوف هو وجد حتى يحمينا. ولكن اين اللي المشكله؟ المشكله بانه هذا الخوف اذا اذا وجد بطريقه يعني غير واقعيه يبدي ياثر علينا. كيف نوجد بطريقه غير واقعيه؟ يبدي عن طريق الخيال. لانه الانسان بعد ان طلع من المملكه الحيوانيه الانسان تطورت عند ملكه الوحي. يعني تعرفون الانسان كان في السابق بشر يعني حاله حال يعني ما عنده هذا الوعي يعني يشابه الحيوان. نعم. فبعد ان طلع من المملكه الحيوانيه تطور عند الوعي، تطور عند التجريد، قدره تجريديه على تجريد الاشياء. ومن ثم تطور بدا يعرف، بدا يقسم، بدا يعرف الانا. الانا طبعا الانا لها دور كبير في المخاوف. الانا لانه حمايه الانا راح اتطرق لها ان شاء الله. فتطورت عند الانا، تطورت عند المعارف، تطورت عند الادراكات، فبدا يشعر تبدا عنده يعني كلام الخوف بدا ياخذ حيز اكبر اليوم. الخوف مثلا بدا كيف يحمي نفسه من المخاطر، كيف يحمي نفسه من الحرائق اللي يعني وعى يعني عرف بانه هذه الحرائق ممكن انهم تقضي على حياته. فبدا شويه يتطور الى ان وصلنا الى يومنا الحاضر وتطور الخيال العلمي، وبتطور الخيال اصبحت مخاوفنا اكثر. يعني اصبحنا نصطنع المخاوف. كيف نصطنع المخاوف؟ لانه عندنا العقل الباطن. اليوم العقل الباطن لا يفرق ما بين الحقيقه وغير الحقيقه. يعني على سبيل المثال انت العقل الباطن او اللاوعي، اذا انت مثلا يعني ثم عيونك تبدا عيونك بهذا الشكل وتتخيل انت نفسك في احدى الجزر زين، العقل اللاوعي او العقل الباطن يعتبرها حقيقه، ما يعرف من الحقيقه من الواقع. العقل نتكلم على العقل الباطن. فعلى هذا الاساس اليوم احنا مخاوفنا لما العقل الباطن يركز على موضوع معين تصبح عند العقل اللاواعي حقيقه، ومن ثم يبدي شنو؟ تبدي افرازات الهرمونات اللي مسؤوله عن الخوف اللي هي هرمون الادرينالين والكورتيزول. هرمون الادرينالين والكورتيزول طبعا تنفرز في الجسم بكميات كبيره ومن ثم تؤثر على الانسان. يبدي اديه تتعرق، يتنفس بسرعة، خفقان بالقلب، يصير عنده اضطراب، قلة نوم، يصبح يعني قليل الشهية إذا انفرزت بكميات كبيرة. طبعا العامل المهم، رح أعطيكم المجال حتى تسألون إذا وقت مداخلة أخرى رح أعطيكم في هذه النقطة. العامل المهم في هذا الجانب في إفرازات هذه يعني الهرمونات عن طريق يعني عن طريق الغدد المسؤولة عنها، هرمون الكورتيزول خاصة. هرمون الكورتيزول شو يسوي؟ يضرب عندنا الهيبوكامبوس اللي هي غدة موجودة في الدماغ خلف القشرة الأمامية يسمونها الهيبوكامبوس. الهيبوكامبوس اللي هي هاي الغدة مسؤولة عن التعلم والذاكرة، ولذلك اللي يشعر دائما بالخوف عنده صعوبة التعلم وما يقدر يتذكر. ليش؟ لأنه هرمون الكورتيزول شو يسوي؟ يروح يأثر على غدة الهيبوكامبوس اللي موجوده في الدماغ، ومن ثم يشعر اللي يخاف بانه ما يقدر يعني ما يقدر يتعلم، عنده خوف ما يتذكر. يقودنا ايضا الى الناس اللي يروحون او الطلاب اللي يروحون بالامتحان، ليش ما يتذكر؟ لانه خايف جدا، انفرش عنده هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول وين يروح؟ يضرب على الهيبوكامبوس، الهيبوكامبوس يسوي عنده بلوك، ولذلك ما يتذكر. صحيح. أكيد أكيد. طبعا دكتور وردتنا رسالة عبر السوشيال ميديا من شخص متابعنا اسمه أمجد السامراء، يقول بارك الله بك دكتور كريم الترابي على هذه المعلومات القيمة، بس أني بسبب عقدة الخوف يلي موجودة بداخلي خسرت عندي أو علي فرصة حياتي، فيا رب دكتور لو تتطرق لنا شلون ممكن أتخلص من هذه العقدة وأعالجها بمرور الزمن. أنا أدعو كل المشاهدين الكرام يعني مشاهدي قناة الرشيد الفضائية، خلي يتصلون بأهلهم وأقاربهم، خلي يتابعونا، لأنه حقيقة اليوم راح أعطي يعني أكثر من تكنيك أو أكثر من تمرين راح يساعد المشاهد الكريم بأنه كيف يتخلص إن شاء الله من عقدة الخوف. راح أجاوبك على هذا السؤال، خليها يعني بالاتصالات أو بالنهاية حتى نقدر يعني نختم البرنامج بشكل يعني بشكل جيد. نعم. اللي اريد اقوله بانه الخوف اليوم طبعا الخوف عنده انواع. تعرفون شنو اول نوع من الخوف حسناء ومصطفى؟ عندكم يعني فكره عن اول نوع من الخوف؟ يعني قصد الخوف يمكن الوراثي، الجينات الوراثيه؟
لا يعني اقصد مثلا يعني اي يعني يعني ما هو اكثر شيء يخوف الناس؟ اذا تحكي اذا احكي لك عن تجربه شخصيه اني ممكن اللي يخوفني اليوم اخطي خطوه ومن بعدها ممكن تكون نتائجها سلبيه. نعم نعم طبعا الخوف عده انواع. اعتقد يعني يمكن يعني دكتور مشكلات الطفوله ممكن تكون اول. انا راح اجاوبك هسه مصطفى. طبعا في دراسه على 50 شخص في الولايات المتحده الامريكيه وجدوا انه عدد انواع الخوف اللي قدروا يحصوها 7000 نوع. 7000 نوع. اول خوف تعرفون شنو اول خوف؟ اول خوف هو التحدث امام الجمهور. يعني تجيب واحد اليوم تجيب واحد مثلا يلقي محاضره امام جمهور او يلقي محاضره في مكان بالضبط يعني او حتى مثلا واحد يجي يقول لك يشتغل مثلا مقدم في التلفزيون او يقدم برامج يقول لك انا ما اقدر اسوي. صح. ليش؟ لانه عنده عقده الخوف من التحدث امام الجمهور. كثير عندهم مبدعين وكثير شباب عندهم الطاقات وعندهم الامكانيات ولكن عندهم خوف يعني عقده الخوف التحدث امام الجمهور رهبه. طبعا تجي يجي بعدين يعني وراها بالتسلسل يجي وراها الموت وهذه المخاوف والخوف من المرض والخوف من الموت طبعا تجي هاي بالتسلسل الى بقيه المخاوف. فالخوف يقتل ابداعنا. الخوف يعني ما يخلينا نخطو خطوه الى الامام. ليش؟ لانه عندنا نخاف. احنا نسميها في التنميه البشريه عندنا نسميها الكومفورت زون منطقه الراحه. منطقة الراحة هاي انا ما اقدر يعني اخرج من هذه الدائرة. ليش؟ لانه الخوف يعني يقول لك انا ما اعرف شنو راح يصير فخليني منطق يخليني بمكاني لانه اعرف اللي اريد اسوي ما اطلع برا. ولذلك تشوفهم في شوف مجتمعاتنا اللي تعاني من المخاوف ينقتل الابداع. صح ينقتل الابداع ما عندنا ابداع لانه كل اللي عندنا عندنا تقليد ومثل ما تكلمت حضراتكم انا كنت اتابعكم يعني ثلاث يبدي عندنا التقليد وعندنا الكوفي بيس وما الى ذلك. ليش؟ لانه يختفي العقل الابداعي يخاف مثلا على سبيل المثال يعني كاتب اليوم يقول لك انا بدل ما اغامر يعني اروح اكتب فد شيء خلي اخذ فد شيء جاهز هو احوره اني واكتبه. ليش؟ حتى على الاقل اضمن نجاح هذا الشيء. ولذلك تشوف عندنا العقل الابداعي ينتهي يوم ما يتعب روحه ولا يفكر. اي فعلا صح. زين دكتور انت هواي حكيت سلبيات عن هذا الموضوع لكن لابد بايجابيات فاني حاب اعرف ايش وقت الخوف والقلق ممكن يكون مضيعه للفرص وايش وقت يكون بانعكاسات ايجابيه بحياتنا وعلينا. حسناء يعني اكو نقطه مهمه جدا لانه يجب ان نفرق بين الخوف والقلق. زين القلق الخوف ياتي من سبب موجود من سبب واضح. زين. سواء كان العقل اللاواعي خلقه يعني السبب. زين. المهم يكون سبب موجود. اما القلق لا يوجد سبب، يعني الانسان اللي يقلق بدون سبب. صح. يعاني من القلق. افكار براسه يكونها ويخلق منها. يعني خلينا نفرط بين الخوف وبين القلق حتى لا يخطر على المشاهد الكريم. اليوم يعني كان سؤالك يعني الخوف الايجابي، يعني كيف شلون كان يعني كيف نستفاد من الخوف الايجابي؟ صح هذا كان سؤالك؟ صحيح بالضبط. يعني الخوف الايجابي احنا نقدر نوظف الخوف الايجابي الخوف بالاقتراب من الله سبحانه وتعالى، هذا خوف ايجابي. نقدر اللي يقترب من الله سبحانه وتعالى لا يسرق الاخرين، لا يظلم الاخرين، يساعد الاخرين، يقف بجانب الاخرين. اللي مثلا الخوف الايجابي اليوم انا اخاف من ارتكاب المعصيه على سبيل المثال، هذا خوف ايجابي. صحيح. اقدر استفاد واقدر اوفق، اقدر اوفق، اقدر افيد الاخرين ايضا. الخوف بانه مثلا على سبيل المثال طبعا بالمناسبه نقطه مهمه جدا، احد اسباب الخوف هي انه امهاتنا اليوم يبالغون في الخوف علينا، يبالغون في الخوف على الابناء، فهاي العقده تنتقل الى الابناء بطريقه بشكل يعني ما ندركه، يعني تنتقل هذا الخوف الزائد والمبي ينتقل الى الطفل بشكل يعني بدون وعي. صح. فايضا هذا الخوف على 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 ابني الخوف الطبيعي وليس المبالغ فيه بانه شيء مثلا او ابدي اتابعه ويهمني مصيره ويهمني مستقبله. هذه المخاوف الايجابيه يعني اذا نستغلها بشكل جيد نقدر حقيقه نصل الى نتيجه مفاتها، نقدر نهض قدراتنا، نقدر نطور نفسنا ونقدر نحقق كثير من هذه الامور وحتى مجتمعاتنا. يعني انا الهند اليوم اتكلم على ثقافه مجتمع، يعني ليش اليوم احنا مجتمعاتنا تعاني من التاخر؟
لانه عندنا مثلا المخاوف، نخاف يعني شعوبنا تخاف، تخاف من الفشل، تخاف. حتى اكو ناس يقول لك انا اخاف من النجاح، هذا ضمن قانون الاستحقاق، لانه واحد يقول لك انا اخاف انجح وما استحق هذا النجاح، اخاف بعدين ياثر علي هذا النجاح. تصوري انت يعني شوفي يوم وصلت الناس فيها المخاوف الى هذا الحد. فعلى هذا الاساس اللي ادعو انا دائما حتى في محاضراتي وادعو دائما حتى وسائل الاعلام بانه يركزون على مواضيع التنميه البشريه، لانه حقيقه تفيد الناس، لانه الناس بحاجه الى تنميه بشريه، بحاجه انه يعرفون تحقيق الاهداف، يعرفون الخوف، يعرفون القلق، يعرفون كيف يواجهون مخاوفهم. فعلا يعني مو شيء يدرس عندنا في المدارس بالمناسبه. قد المشاهد الكريم يشوفني جاي اتكلم بسرعه، ليش؟ لانه اريد اوصل لك قدر من المعلومات. طيب دكتور اذا تسمح لي، اكو بعض الناس اليوم يمكن يمرون بصدمه نفسيه بحياتهم، وبالتالي راح يتفاعل عندهم هرمون الخوف ويظل عندهم يعني ملازمهم طول حياتهم. فالصدمه النفسيه اليوم ايش قد لها نسبه بالتاثير على الخوف بالانسان؟ طبعا الصدمات النفسيه، وخصوصا احنا مجتمعنا العراقي تعرفون انه مجتمع للاسف يعني عانى كثير من الحروب صار كل هذه الأمور. فهذه الأمور خلقت عند المواطن العراقي يعني خلينا نسمي نوع من الصدمات النفسية أو نوع من القهر النفسي كل هذه المسائل. فاليوم الصدمات النفسية لازم نعرف كيف نتعامل مع هذه الصدمات النفسية. يعني إذا أمور، إذا الشخص يحس بنفسه بأنه هو يعني متعب نفسيا، أكو مختصين يقدرون يساعدوه. أكو مثلا يعني إحنا عندنا في أوروبا مو شرط الأخصائيين النفسيين، عندنا الكوتشين اللي يعني طبعا مختص بالكوتشين. يعني يجي مثلا واحد يقول لي مثلا انا تعبان نفسيا، شنو اقدر اسوي؟ بقعد وياه نرسم خطه معينه اللي على ضوءها نقدر يعني نخطو بخطوات ثابته في الخروج من هذه الازمات. ف يعني الازمات النفسيه اذا نقدر نستفاد من عندها ونحولها الى فائده، ممكن تكون عندنا مصدر قوه عوضا ان تكون حقيقة ضرر بالنسبة لنا. طبعا دكتور كريم، الآن هي الأرقام إن شاء الله راح تظهر في أسفل الشاشة حتى الناس ممكن تستفاد من المعلومات، واللي ممكن عنده عقدة الخوف وما كل يخص هذه التفاصيل يا ريت تتصلون بينا حتى تستفادون من المعلومات يلي يدلي بها دكتور كريم الترابي. دكتور كريم، أنت اليوم حكيت بنقطة مهمة، إحنا كمجتمع خاصة عراقي نخاف من عقدة الفشل أو من موضوع الفشل. ما هو الفشل بداية النجاح؟ وأيضا نوهت عن نقطة مهمة وهي اليوم أهلنا هم السبب في أنه إحنا نكون عندنا ثقة وناس اليوم إحنا قد الخطوة اللي نخطيها بحياتنا، أو ممكن هم السبب اللي خلونا مزروعين أو واقفين بنفس مكاننا. طبعا فعلا أنا صار وياي هذا الموضوع دكتور، والدتي كانت تخاف علي لأني مرحلة بأنه ما تخلينا نختلط بأي أحد، يعني أنا حتى ذا ما كان عندي شيء اسمه صديقة، يعني فقط بالمدرسة بخوفها زايد علينا، وهذا الشيء شفته من كبرت أنه أثر علي تأثير كل السلبي. أنا اليوم قدرت أساعد روحي وأخلص من هذه الحالة، لكن أكو غيري ما قدر لحد الآن، باقي متقوقع بنفس النقطة وبنفس هذه العقدة بسبب أهله. فاليوم شوف تأثير الأهل علينا قد كبير، مثل ما ذكر دكتور كريم بالضبط. أي فهذه كارثة بصراحة. اللي أريد أقوله، حسناء، يعني الرئيس الأمريكي السابق روزفلت عنده يعني كلام جميل جدا، يقول ليس لدينا ما نخاف منه سوى الخوف نفسه. يعني ماكو شيء اليوم يخوفنا سوى الخوف. يعني احنا الخوف اذا زاد عن حده يعني يصبح غير واقعي، غير منطقي، راح يضرنا الخوف. صح. من الفشل. انا اكرر واقول اكبر يعني معضله او مشكله تواجهنا احنا كافراد بانه نخاف من الفشل، ولذلك مثل ما قلت بانه يوقف ابداعاتنا بهذا الجانب. صح. اكو كلام اذا قدرت اجي من خلال النقاط اللي انا سجلتها، اللي يعني حتى الخوف تطرق إلى يسوع المسيح عليه السلام، يقول يعني ان الخوف هو العائق الاخير الذي يجب التغلب عليه. هذا الكلام مو طبعا يعود الى يسوع المسيح. زين. الخوف يعني احد العوائق اللي يجب حقيقه يعني ان تعالج. على سبيل المثال راح اتطرق الى الحلول ان شاء الله من خلال الاتصالات اللي اكيد طبعا. طيب دكتور ايضا ان شاء الله راح تطرق الى بعض التمرينات اللي حقيقه
راح تكون مفيده. تفضل تفضل. صح دكتور، اكو امور يمكن هي نوعا ما احنا نشوفها بسيطه، بس المقابل اللي عنده هذه الحاله ما يشوفها بسيطه. مثلا اليوم اكو ناس عندها تشوهات جسديه، زين، يكون عندهم الخوف جدا كبير انه يطلع او يقعد ويا اصدقائه. عدم ثقه. بالضبط. فالتشوهات الجسديه اليوم عند البشر ممكن ايضا تزرع بداخل الخوف. يعني بعض الناس يعني تصير عندها ردة فعل بسبب تشوه معين، ولكن هذا التشوه المعين هو حقيقة يعني وسام، نتيجة التشوه هذا نتيجة يعني حقيقة ما أعرف هو اللي عاني هذه المشكلة وأعرف من عندي، ولكن هذا يعتبر قوة. يعني كثير اليوم يعني يعجبني كثير من دول اللي هانديكاب اللي يمارسون رياضتهم ويبدعون، يعني اكو واحد حتى ما عنده يعني اقدام ويركض، اذا شايفين صح يعني مخلي الاقدام الصناعيه ويركض. صح. فهل التشوهات او هذا العرق يجب ان يكون دافع للابداع. بالضبط. يجب ان حقيقه ان يكون يعني دافع قوي. يعني مثلا على سبيل المثال يعني هيلين كانت مسكينه لا تسمع لا تشوف لا هذا، بس تعطي اللمس، واصبحت من كبار الكتاب الامريكان. عندنا مثلا بيتهوفن ايضا يعني كان يعاني من يعني كان ما يسمع، وقدر اصبح اعظم موسيقي في التاريخ. فعلى هذا الاساس بقوله بانه اليوم بانه هاي التشوهات او هذه يعني الاعاقات اللي يعانونها بعض اللي يعانون بعدها بعض الناس. صح. زين. يجب تكون مصدر قوه بدل ان تكون مصدر يعني مصدر ضعف. افتخر بها، افتخر باللي اللي عندك. حولها الى نقطه وابداع. طبعا اكيد صار عندهم امور ايجابيه بهذا الموضوع. دكتور كريم، عندنا اتصال من ابو خطاب من المحاويل. صباح الخير يا ابو خطاب ورمضان كريم. ابو خطاب اذا تسمعنا يسعد صباحك. الو يا ابو خطاب. صباح الخير ابو خطاب. اعتقد الاتصال جدا ضعيف يعني. في مشكله. صح. من منطقة المحاويل أبو خطاب، كنا نتمنى أنه نسمع مشكلتك بموضوع الخوف، وأكيد دكتور كريم الترابي دائما يلقى الحلول اللي هواية المشاكل نعاني من عندها اليوم بحياتنا. فأكيد أرقامنا ظهر لكم في أسفل الشاشة، كل من حاب يتصل بينا ويعرض مشكلته أكيد للدكتور كريم الترابي، فهو أكيد أهل أنه ينطيكم كل الحلول وكل من حابين تسمعوا من الدكتور كريم الترابي. فعلا يعني مشاهدينا يا رب يعني تغتنمون الفرصة. اي تفضل دكتور. بدل ما يجينا الى ان يجي الاتصال. نعم. طبعا اللي يكثر المخاوف هو يعني السبب الرئيسي المخاوف هو الانا، التركيز على الانا. يعني اليوم انا لما اجي اركز فقط على نفسي راح تصير عندنا تكبر المخاوف. يعني اشوف نفسي فقط انا شلون تصير عندي، شلون املك، شلون اكل، شلون انام، شلون يصير عندي بيت. لما يتركز على الايجو على الانا راح المخاوف ايضا في نفس الوقت تزيد. كل ما صار التركيز على نفسك اكثر كلما زادت المخاوف، وكلما صار تركيزك على الكون وعلى ارتباطك بالله سبحانه قلت المخاوف وعلى ارتباطك بالاخرين قلت المخاوف. فعلا. فعلى طيب. الاساس يعني نعم. عندك اتصال؟ ويانا زينب من بغداد. صباح الخير زينب. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الله اكرم الجميع ان شاء الله. زينب تفضلي وياك دكتور كريم الترابي، وشنو مشكلتك بموضوع الخوف؟ اني اخويا مو اني. نعم. اخويا يعني دخل بصدمه قبل 20 سنه. هو اصلا كان مريض يعني مثل حاله نفسيه تكئب. بعدين راح ويا اصدقاء وشاف بباله حاله، فوراها تعالج وكمل كليه وقاف يعني ورا 20 سنه وسافر ورجع نفس الحاله هسه تكئب ورجع لنا للعراق هسه حاليا. بس هسه كلش خايف، انا افكر حموت بالجنه وبالنار وسبقه هذا وقت هذا الخوف. اذا نعطيه علاج مهدئات. نعم. الو زين راجعتوا به زينب لمختصين؟ راجعتوا به لمختصين؟ اي راجعنا بس ما يفيد. هذا تقريبا 3 اشهر ياخذ مهدئات ونفس الحاله نفس الحاله يزيد عنده هذا الشيء الخوف. للأسف. مرات نسمع له يعني يبقى صبح وليل ونهار جنه ونار، يا ضعف هذا الشيء. حتى رحنا للمراجع الدينيه يا انت ما عليك شيء بهذا الشيء الصعب، يعني شيء صار ببالك ما عليك فيه شيء. رحنا للاطباء النفسيين ونفس الشيء ياخذ علاج
وباخذ نفس هذا المبلغ. طيب زينب هو شنو انتم تعرفون الموقف اللي صار قدامه؟ اي نعرف الموقف. شنو اللي صار قدامه؟ هو كان حاسه نفسيه تعبانه فصديق سوء راح وياه شافه ضربه يعني انقتل واحد قباله. اوف سببت عده صدمه وخوف. بعدين تعالج يعني فتعالج فقلت اي لكن رجعت عنده بعد فتره. اي انصدمه صارت بس تعالج وطاب ورا 20 سنه يعني كل شيء ما بيه كمل كليه وسافر كل شيء ما بيه ورا 20 سنه رجعت الحاله النفسيه. تمام زينب انت خليك شوي انا. دكتور كريم الترابي اكيد راح يرد عليك شوي. يعني بس اسال سؤال تفضل. احنا نبقى نخليه يحكي بهذا الحكي لو منعه يعني مرات هو يقول يحكي تقول له انه ما ادري شنو احنا مرات نقول له اوف هذا الشغل ونقول له اوف هذا الحكي كله يعني. تمام. يعني ما ادري نبقى نتجاوب وياه لو نصده لو ما نعرف شو نتعامل وياه يعني. يعني حابه اسالين الدكتور عن موضوع انه انتم تبقون تمنعوه من المفردات اللي دا يقولها كل الدكتور دا يسمعك. أنا لا والله حقيقة طبعا شاركت وياكم بس تمام. وصل عندي الصوت مو واضح. تمام احنا راح اكيد نوصل صوتك للدكتور كريم وخليش تابعينا من خلال شاشة الرشيد وراح يعطيك اكيد بعض النصائح. شكرا لك زينب. انه ها وتجي خيارات انه هذا سحر او ما اعرف شنو هيك بباله تيجي يعني حالته السوء. تمام شكرا لك زينب. شكرا لك دكتور زينب. بتقول اخوها تعرض لصدمة قبل 20 سنة انه هو كان طالع ويا صديقة واحد من اصدقاء السوء فصار موقف قدامه انه انقتل شخص واحد من اصدقاء قدامه فصارت عنده صدمة جدا كبيرة. تقول حبس نفسه بالغرفة وظل قاعد وتقول ورها اخذنا لي اطباء وعالجوه وطوه مهدئات وغيره غيره. تقول فتعالج وبعدها سافر للخارج حتى يكمل دراسته. تقول وبعد هاي 20 سنة هسه رجع للعراق ورجع بنفس حالته والصدمة اللي عنده وحبس نفسه. تقول المفردات اللي يذكرها اني بالجنة واني بالنار واني اخاف. فتقول اخذنا مسكنات ومهدئات دنطيه هو نفس الحالة ووديناه لمراجع دينية وايضا قالوا ما عليه شيء. تقول لكن احنا كل ساعة يقول هذا سحر وهذه الجنة وهذه النار وكأنه عنده تأنيب ضمير بالضبط. تقول فاحنا نريد اعرف انه نظل نمنعه من هذه المفردات اللي يقولها. زين تمام. يعني هو ماكو مضر للمفردات ولكن احنا يعني انا اللي يهمني بانه كيف يطلع من هذه الحاله. صح. المهم بانه يعني خلي المفردات ما بيها شيء يعني اتصور. تمام. ولكن اللي يهمني حقيقه بانه يطلع من هذه الحاله اتصور بانه يجب التركيز على العلاج على معذره على العلاج المعرفي السلوكي يعني. نعم. اذا هم مثلا الاطباء انا اول شيء انصحهم بانه ينعرض على طبيب نفسي مختص. هم اكيد عارضين. تقول عرضنا تقول اخذناه وديناه. تقول وقال ما بي شيء. تقول ونطوه بس مسكنات ومهدئات. طيب اذا ما دام الطب النفسي يعني اكد بانه ماكو شيء لانه احنا يعني اول شيء بدايه ديبت نستند على الطب النفسي. نعم. ما دام الطب النفسي قال ما عندنا مشكله حقيقه مشكله عضويه اذا المشكله تتعلق بالعلاج السلوكي يا اما ينعرض على مختص بالعلاج المعرفي السلوكي يعني احنا نسميه سيكاتر مثلا اللي يعالج الحالات النفسيه او مثلا الكوتشنج ما موجود عندنا يعني. صح. التنميه البشريه هذا عندنا يعني عندنا كم واحد مختصين ولكن بس خلي يركزون على العلاج المعرفي السلوكي. خلي يتصلون اذا يحبون بعد اللي خلي يتصلون بقناتنا الكريمه بقناه الرشيد. انا اعطيهم رقم دكتور مختص يعني صديق عندي. نعم. اتصور خليني اشوف ايش نقدر نسوي في هذا الجانب. زين دكتور. طيب. انا لفتتني نقطه بالموضوع باتصال بني من حكت بتفاصيل عديده ذكرت بانه من رجع للعراق وبعد 20 سنه رجعت للحاله فهنا ممكن الحادثه اللي صارت بالبلد اللي هو بيه اللي هو العراق ممكن بعد ما رجع له للمكان استذكر الموقف وهذا الشيء اللي ازم حالته او خلاه يرجع لنفس الحاله النفسيه القديمه. ممكن البيئة هي تأثر أو المكان؟ يعني هو نعم وضح سؤالك. أنا ما بدي أدخل بالتفاصيل هذا الموضوع ولكن يعني خلني أجاوبك على هذا السؤال. زين. لأنه الحادثة هي يعني طبعا زمان ومكان والظرف اللي مر به. فلما طلع خارج العراق الرجل تحسنت وضعيته. بالضبط. ليش؟ لأنه اختفت عند الأسباب اللي هو طلع من المكان. بس بقى المكان في اللاشعور يعني بقى المكان وبقت الصوره ولاده بقت عنده باللاشعور مخزونه. زين. يعني على سبيل المثال يعني مثلا واحد خلص يعني صار عنده رابط ذهني حول الموضوع. زين. يعني خلينا نقرب لك الصوره حسنا يعني انت مثلا اكو فد عطر معين يذكرك بحاله معينه.
ومرت سنين طويلة اشتميت هذا العطر صدفة، رأسا يرجع ترجع الذاكرة الموقف أو الشخص إلى ذلك الموقف اللي أنت اشتميتي به، أو تكون أغنية أو قد يكون شخص أو قد يكون شيء قرأتيه. صح. فصار عندي رابط ذهني، يعني أي نعم أنت عدت السنين عليك ولكن بقى هذا الموضوع في اللاشعور في اللاوعي. فإذا تتهيأ الظروف طبعا راح يطلع هذا، يعني تطلع هذه المشكله. انا في تصوري بحاجه الى بانه تتبدل نظرته حول ذاك الموقف، يعني نرجع وياه اللي يخاف واحد، يعني احد ان شاء الله يكون احد المختصين يسمع وجهه نظري وياخذ بها ان شاء الله، اضافه الى معلوماتهم وامكانياتهم الكبيره حقيقه، يعني يشار لها بالبنان، احنا مختصين رائعين جدا. نعم. اتصور بانه يجب ان نرجع، يعني حتى لو تكون جلسه علاج تنويم مغناطيسي زين، يعني نرجع الشخص الى الحاله اللي صارت عنده اللي سببته، ومن ثم نبدا نعالج ديك الحاله. ما ادخل بتفاصيل الموقف. نعم. لانه حفاظا على مهنيه اسرار، يعني على مهنيتي وايضا اسرار السيده طبعا بطبيعه الحال. قالت لي يعني انا اخاف من الميت، صارت عندها صوره ميت امام عينها. فهاي الصوره جاي تتكرر عندها طول النهار. نعم. يعني من وقت الى اخر. يعني بدات تشغل حيز كبير من تفكيرها. بدات السيده تتعصب. ليش لي تكرار الصوره؟ اللي سويته انا وياها كالاتي، قلت لها بانه احنا عندنا اليوم يعني اي موقف نخاف من عنده هو تجربه، يعني سواء كان واعي، يعني سواء كان يعني حقيقي او غير حقيقي، صح، هو تجربه. الموضوع كالاتي، بانه هذه التجربه بها صوت، بها صوره، بها احساس، درجه حراره، فانا شنو اجي اسوي؟ اجي اتلاعب بمكونات الصوره. يعني على سبيل المثال قلت مثلا للسيده هي شافت ميت وكانت الدنيا ليل مثلا، انا شجيت قلت لها رجعتها طبعا الى الصوره، قلت لها هسه تتصوري يعني وتخيلي بانه الشمس موجوده مو ليل، يعني ضيفي النهار على فاصبحت الصوره الان عندها، اصبحت الصوره من الليل الى النهار، هنا خفت بهوايه. ليش؟ لانه يعني بالنهار المخاوف تقل عن الليل. صح. وما صح. فاول شيء بدلت الظرف، يعني بدلت الصوره، ضفت لها نهار. بعدين اجيت قلت لها شنو اللي خوفك من البيت؟ قالت لي اخاف من عندك. قلت لها اكو فشي انت تحبيه، يعني مثلا يعني اكو فصوره تحبيها؟ قلت لها انا احب الضوء. قلت لها اوكي، هسه اللي اريدك بانه هذا الميت حوليه الى قطعه ضوء، بحيث كل ما تتذكرين هذا الضوء تشعرين به بالارتياح. اللي صار بانه بالفعل يعني السيده طبقت اللي قلت لها اياه، فتخيلت الميت الموجود عباره عن قطعه ضوء. فطبعا سويت لها الرابط اكثر من مره، قلت لها التجربه اللي اخذت منها تقريبا يعني وقت. نعم. حتى قدرت اسوي لها التجربه وابني لها التجربه. نعم. بعدين شنو اللي سويت لها؟ قلت لها ضيفي الوان اخرى. قالت لي مثلا الالوان الابيض احبه، ضفنا الوان للصوره اللي قوي. اصبح عندنا نهار، اصبح عندنا الميت اصبح يعني ضوء، عباره عن كتله ضوء جميله جدا. ضفنا الوان اخرى للصوره، يعني بياضات، شغلات حلوه، هي يعني ما اكرر يعني شنو اللي قالت السيده حفاظا على اكرر على. نعم. يعني انت جملت لها الصوره. بعدين ايش قلت لها؟ قلت لها يعني المحتوى يعني احنا ما ندخل بمحتوى الميت. نعم. لانه الميت نفسيته والى احترام. ولكن انا اريد الموقف هذا، الموقف كله بشكل عام، ضيفي له صوت انت ترتاحي له. قلت لي مثلا انا احب صوت الضحكات الطفل من يضحك كلش احبه. فضفنا على الصوره النهائيه بمجملها بكل مكوناتها صوت هذا الطفل اللي كملنا الصورة، اشتغلت وياها، قلت لها أكثر من مرة. البارحة اتصلت بقصة السيدة، قالت لي وضعيتي تبدلت 180 درجة. ممتاز. 180 درجة. جيد. أصبحت جدا. الصورة من مصدر إزعاج أصبحت الصورة جميلة، يعني أصبحت تحب تشوف الصورة مرة أخرى. تصور أنت.
فعلا تعتبر احد الوسائل القويه جدا في تبديل هذه الصوره. هذه واحده من التمارين المهمه يعني. ما اعرف، لا احنا اذا كان اكو اتصال اكيد راح نحوله. دكتور اكو نقطه يعني حابين نتطرق لها يعني عذرا، التفكك الاسري اليوم ايش قد يزيد عندنا نسبه الخوف؟ طبعا التفكك الاسري له عامل مهم جدا. يعني خوف الاولاد او حتى الاطفال من عن الام او الاب يخلق عنده حاله لا شعوريه تنخزن عنده تاثر عليه في المستقبل. يصير مثلا عنده خوف من الزواج، او يصير عنده الخوف من تشوف اي واحد مثلا يرتفع صوته، تصير عنده رده فعل الطفل. ليش؟ انه يذكره بالموقف اللي كان الام والاب صارت تكون بينات، فتصير عنده رده فعل كلش قويه. ولكن اكثر ردات الفعل اللي انا شفتها واللي اشوف كثير يعني من الشاب والشابات عن الزواج، لانه يقول لك انا ما اريد امر بنفس الحاله اللي مرت فيها. صحيح فعلا. زين جوزو، خلي الى موضوع مهم جدا. اي نعم. اذا مر اي تفضل. اليوم كثير من التلاميذ او من الطلاب من يروح للامتحان يروحوا محضر نفسه وقاري بالامتحان ينسى. اي فعلا يروح، والطالب طبعا يدخل اول ما يدخل من الخوف يتوقف عنده كل شيء وتبدا عنده النسيان. طيب لكل طلبتنا الاعزاء، اخذوا هذا التمرين، طبقوا هذا التمرين، واني انطيكم ان شاء الله يعني الامل بالله سبحانه وتعالى بانه راح تتجاوزون هذه المشكله. التمرين هو كالاتي: قبل لا تروح للامتحان، سواء كان بيوم الامتحان او بالليل، كل ما يصير عندك وقت سوي هذا التمرين. التمرين كالاتي: بانه انت تتخيل نفسك، تسد يعني عن طريق التخيل، عندنا قوه الخيال عند الانسان قويه جدا اذا استغلت بشكل صحيح. نعم. يعني نقدر نسوي بها في حساب. نعم. فعلى هذا الاساس الطالب قبل يروح للامتحان يتخيل، يسد عيونه بهذا الشكل، ويتخيل نفسه كل ما هو موجود بالامتحان. يعني يتخيل نفسه هو قاعد بالامتحان وبكل هدوء وبكل راحه وبكل سكينه، يتخيل نفسه هو قاعد بالامتحان. ومن ثم تبدي يعني تجي الاسئله ويبدي يجيب عن الاسئله بشكل صحيح وبشكل قوي وهو متسن ومبتسم. واكرر واقول بانه هو مرتاح. يعني ما عندنا ذاك الشيء. فهذه الصوره، هذا التمرين طبعا يضيف للون، يضيف للاحساس، يضيف للصوت. اذا اكو مثلا صوت جميل يريحه مثلا يحب يسمعه بينه وبين نفسه. الصوره يحط لها الوان يحبها، درجة الحرارة تكون صح اللي يحبه هو مثلا حارة أو باردة أو معتدلة، تعود إلى الشخص. فعلى هذا الأساس كل ما يكرر هذا التمرين مرة ومرتين وثلاثة قبل الدخول إلى الامتحان، راح تكون عنده شنو اللي يكون لما يدخل الامتحان؟ العقل اللاواعي يروح الخوف كله عنده، ما يفرق بين الحقيقة وبين الواقع، يعتبر حقيقة. التخيل اللي شافه الطالب راح يصير عنده حقيقة بالعقل اللاواعي، ومن ثم يتعامل مع هذا الموقف أو الامتحان كأنما هو يعني حادث مر به في السابق. صحيح. يشعر بالراحة ويشعر بالاطمئنان ويبدي يجيب عن الأسئلة بشكل صحيح. ممتاز. نعم. زين دكتور، أريد أطرح عليك سؤال. أنا متأكدة يمكن 50% من الناس يعانون من هذا الموضوع، وهو الخوف من الماضي او عقده الماضي اللي تخلينا ما نخطي خطوه بالمستقبل او الحاضر بسبب ما مرينا به بالماضي. يعني للاسف هوايه من الناس، وانا شايفه بعض الاشخاص بحياتي عندهم هذه المعضله او هذا الخوف الرهيب من الماضي. يعني شوفوا هنا للاسف ما يواجه، وحتى لو واجه بالتالي راح هو اللي يخسر امام مخاوفه. يعني ممكن حلو ذكرت قبل قليل انه انت اذا تمر بمكان معين تستذكر بعض الاشخاص، عطر، اغنيه، فهنا يحاول يتهرب او يفضل على انه هو يتهرب ولا يواجه، لان يواجه راح تكون بالتالي يطلع هو الخسران بهذا الموضوع امام مشاعره، امام التجربه المريره السابقه اللي مرت عده بالماضي. فانت شو تفضل وش تنصح؟ انه اني اواجه لو انسحب احسن ما من انكسر اكثر او تتازم حالتي النفسيه اكثر وبالتالي اطلع عني الخسرانه؟ شنو اللي اسويه؟ طيب. دكتور انا راح اجاوبك، طرحتي سؤال في مكانه، خلني ابدي هسه ناخذ بعض العلاجات
اللي قلت عليها حتى نقدر نطلع من حالة الخوف. نعم. أول علاج المشاهد الكريم خلي ينتبه علي اللي راح أقول. زين. أدعو كل مشاهدينا الكرام بس في لحظة. عندنا أول علاج اللي هو موجود عندنا وين؟ طبعا اتكلم الناس اللي عندهم ايمان حقيقي، احنا مو كل البشر سوى، يعني مو كل الناس سوى، طبعا الناس تؤمن ناس ما تؤمن. فانا محضر الناس اللي تؤمن واللي عندها ايمان بالله سبحانه وتعالى محضر لهم امور، والناس اللي ايضا ما يقول لك انا ما اؤمن نعطيهم امور عمليه، فايضا محضر لكم امور عمليه تساعدكم. الناس اللي تؤمن واللي عندها ايمان قوي ارجع لهم بالايه الكريمه اللي في سوره القصص ايه 32 تقول الآية اسلك يدك في جيبك، الجيب يعني هذا يعني مو الجيب هذا، لا الجيب يعني بين القميص الداخلي الداخل طبعا مو جيب. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب. زين انتبهوا. نعم يا مشاهد يا كرام، واضمم إليك جناحك من الرهب، يعني شنو اضمم إليك جناحك من الرهب؟ فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني شنو معناته اضمم جناحك من الرهب؟ يعني هاي ثلاث، يعني هذه إيدي هنا وإيدي هنا تحت الأبط، من ضم إيديك تحت الأبط واضمم نعم. جناحك من الرهب. نعم طبعا ضم ايدك وتبدي من تجيك صوره مو حلوه او عندك موقف مثلا تخاف من عنده، ضم ايدك وايضا تقرا مثلا المعوذتين الفاتحه طبعا. راح تشوف تبدل الحقيقي 180 درجه. راح تتفتح عندك الصوره، يعني راح تشعر باطمئنان، راح تشعر براحه وسكينه حقيقه، راح تحس يعني بالنسبة. اقوم بهذه الحركه وكانه احتضن نفسي واقرا سوره الفاتحه او المعوذتين بهذه الطريقه. زين دكتور احنا راح نكمل ان شاء الله، بس عندنا اتصال. حافظ صباح الخير، رمضان مبارك، تفضل يا حافظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. تفضل. انا عندي زوجتي خدمت على مجددها. ايش بيه ابنها؟ انصدمت. اي ابن انصدم، صارت عنده شبره، انصدمت على ابنها واخذتها على الدكتور. اي واخذت لها فحوصات زين وتحاليل وما بيها شيء، يعني التحاليل بس هي صارت يعني شمر من عندي الزوج، يعني زبلت، يعني لا اكيد لا نوم تنام وخايفه زين وتواصلت لها. طيب اخذتوها للطبيب؟ اي اخذ لها تحاليل طلع ما بيها امر معين او مرض عضوي. عرضتها على دكتور اخصائي يعني. نعم. واخذت لها تحاليل واخذت لها اشعه واخذت لها اللي على ساعه تقول انها عندها قولون عصبي، وساعه تقول عندها معده، ساعه عندي فهي صارت صدمه على مده ابنها. ورا من شمر ابنها. زين قد صار على هذه الحاله لحد الان؟ يعني حتى صار الحوالي تقريبا حدود 6 أشهر عندي. زين. وما جاي مستقرة، يعني ما جاي عندها استقرار، آخذ الدكاترة ما بيها شيء تحاليلها. طيب الموضوع نفسي. وثانية مرة تقول لي إيه. بالضبط إي. الموضوع نفسي. ما تنام، أكل قليل كاسل. عندها وسواس كلش تفكير هواي. طيب شنو الوسواس اللي عندها التفكير من تسولف وياها؟ شنو اللي يعني تحكي وياه؟ خايفة. طيب هو ابنها تعالج؟ ابنها تعالج وصار كل زين بينها. طيب من تشوفه ممكن انه تقدر تعالجه بالطفل، يعني انه تشوف وضعيته تحسنت لو بعدها هي خاف من تكرار الحاله. لا والله هي نفسيتها، يعني صار هاي تقريبا 6 أشهر عندي يعني هاي المشكله. زين حافظ شكرا لاتصالك واسمعنا، وان شاء الله الدكتور كريم راح يجاوبك على هذه المشكله اللي تعاني منها زوجتك. تفضل دكتور. ان شاء الله، بس خلي استرسل بالحلول حسنا او ارجع بعدين الحافظ. طيب الى ان خاف يعني يجي حتى نجمعهم بالنهايه. طيب قلنا احنا شنو؟ اضمم، يعني الايه الكريمه تقول اضمم اليك جناحك من الرهب، شرحناها. زين. اكو نقطه اخرى نعم. اتطرق اليها منه الامام علي عليه السلام. عليه السلام. قال اذا هدت امرا فقع فيه. فقع فيه. اليوم العلاج المعرفي السلوكي ارجع على هذه النقطة، بأنه أكبر طريقة وأكثر طريقة فاعلية بأنه أنت حتتجاوز من مخاوفك بأنه تواجه الأمر اللي تخاف منه. جواباً
جوابا الى سؤالك حسناء. الكلام حسناء بالضبط. الكلام حسناء وسؤالك في السابق. فاذا واحد عنده خوف بانه يواجه الامر بكل شجاعه يعني مثلا عندك خلينا على سبيل المثال عندك خوف مثلا تروح للمقبره. لا اروح للمقبره اواجه اروح مره ومرتين وثلاثه انا تقوم تضحك انت على هذا الموقف اللي كان يخوف اتحدى نفسي. بالضبط. النقطة الأخرى الحل الثالث اللي أقدر أنطيه أني بأنه هي التركيز على مثلا عندي شيء خوفي يخوف أخاف مثلا على سبيل أخاف مثلا من فتح حيوان معين يعني كثير من الناس يخافون من الفار على سبيل أبدي شو أسوي إضافة إلى التكنيك اللي أنطيته بأنه هذا الفار اقدر اضيف له الوان، اقدر اضيف له صوت معين، اقدر اتلاعب بالصوره الى ان اصبح هذا الفار اللي يخوفني يصبح مضحك جدا، يصبح مضحك. هاي احدى الطرق الفعاله جدا عندنا في التمرين. واذا انت تخاف من الاسد؟ عندي هذا دكتور حتى باحلامي هالقد ما هذا الموضوع كلش عاني جد والله. اها تشوفين الاسد باحلامك؟ راح اسوي لك جلسه، ان شاء الله. بس اللي اريد اقوله بانه يعني الصورة أتلاعب بها أقدر أبدل الصورة اللي تعجبني. السؤال هو إذا عندي شيء يعني شيء خوفني أطرح على نفسي التساؤل التالي. وبعدين يعني مثلا يخوفني أسد قلت لي مثلا أخاف يطلع لي الأسد وبعدين الأسد مثلا خاف أواجهه وبعدين أستمر بالبعدين إلى أن أوصل إلى نقطة معينة بأنه بعد ما أجي جواب. هذا شنو؟ هذا تزعزع الاعتقاد. يعني على سبيل المثال يعني مثلا ميز واقف على خمسة أرجل على إيدي على سبيل المثال. طيب أبدي شو أسوي؟ أبدي أتلاعب حتى أريد أوقع الطبلة الفوق أبدي أتلاعب بالأرجل فأبدي أقلل الاعتقاد بالأرجل يعني أبدي أطرح أسئلة حتى شنو؟ حتى قوة الاعتقاد تخفني. طيب هذه أيضا أحد الطرق الفعالة العلاج يعني العلاج الجلسات السلوكيه الارشاد النفسي احد الطرق الفعاله مثلا التنويم المغناطيسي احد الطرق الفعاله بانه تقرب اكثر الى الله سبحانه وتعالى بانه تسلم امرك لله سبحانه وتعالى لانه انت من راح تقوى الرابطه بينك وبين ربك ماكو شيء في كون خوف طبعا ونعم بالله صح. النقطة الأخرى اللي أحب أتطرق إليها بأنه عقدة الشعور بالذنب يعني كل أحبتنا مشاهدينا الكرام بأنه خلي يطلعون من عقدة الشعور بالذنب. الله سبحانه وتعالى رحيم، الله سبحانه وتعالى ودود، الله سبحانه وتعالى لطيف، الله سبحانه وتعالى لا يتلذذ بعذابنا مثل ما فهمونا من كنا صغار. الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، الله سبحانه وتعالى غفار يغفر الذنوب. عيش حياتك تمتع بحياتك ضمن الأطر الأخلاقية الصحيحة اللي أريد أقولها. لا تعيش بعقدة الذنب، لا يخوفوك من الموت. يعني أنا قبل فترة كملت كتاب عن الموت من أروع الكتب اللي أنا قريت حقيقة. ينقل تجارب ناس عاشوا الموت ورجعوا إلى الحياة مختلفة جملة وتفصيلا عن اللي فهمونا إياه، بأنه إحنا عزرائيل يجي يقبض روحك بعد سلك أو عنده هيك مثل الشنقار إحنا نسميه بلهجتنا العراقية، يقبض الروح والإنسان يعاني وما أدري شيء. لا شيء من هذا، كلها مفاهيم وكلها زرعت في نفسنا الخوف، كلها ترهيب في عباد الله. يا ترهيب طبعا ترهيب، وخصوصا أركز على عوائلنا الكريمة كيف يحدثون أبنائهم الخوف من الله، الخوف من الشرطي، الخوف ما أدري من شنو، الخوف من الأسد. تذكرون كنا صغار يخوفونا بالسعلوة؟ أيوة صح. أي صح. اذا ما تصير عاقل تطلع لك السعلوه، واذا ما تنام تجيك السعلوه تاكلك. يا ام السعلوه يحلم بالسعلوه هسه ولا حسناء طبعا جبنا على حسناء تحلم بالاسد. والله دكتور اللي تطلع لك الاسد او شيء يعني فقط واحنا بنص الزورة بالضبط تطلع لي روحي. اللي اريد اقوله بانه خلينا نطلع من عقده الخوف وعقده الذنب، خلينا نعيش حياتنا، خلينا نتمتع بهذه الحياه، خلينا نعيش حياتنا. ليش هالخوف هذا؟ ليش قتلنا الإبداع في دواخلنا؟ ليش؟ من نستفيد منه تقتل الإبداع؟ التربية مو بالشكل. إن شاء الله أوعد المشاهدين الكرام في حلقات مقبلة راح نتطرق إلى موضوع في غاية الأهمية، بل أنت كيف تعامل أطفالك وكيف تربي أطفالك. أحسن. نقطة أساسية. طيب دكتور خلينا نرجع للمتصل حافظ. نعم.
المتصل حافظ بس ذكرني شنو كان قال انه زوجته. قال انه زوجته يعني ابنه انشمر هو صغير، يعني سخونه عنده وانشمر، فبالتالي هي صارت عندها رده فعل، وصار لها ست شهور بهذه الحاله، لا اكل لا شرب، وموديها على اطباء وماخذ لها اشعه والى اخره، وبالتالي ما طلع عندها اي شيء. يقول لكن يقول صار لها ست شهور هي تخاف وما تاكل وذبلانه جدا. بالضبط، لانه ما اصلا عدا صار مرض عضوي بقدر ما تجربه معينه تركت في نفسها هذا الشعور. يعني كل ما مثلا هذه التجربه اصبحت عندها الصوره مستمره، يعني هذه التجربه جايه تعيشها انا متاكد يعني طوال النهار، تتذكر ابنها وتتذكر الشمر. اكرر واقول الى كل من يسمعني من نعم طيب. يعني اللي يقدرون يساعدون والمختصين بانه خلي يستخدمون هذه الطريقه، ارجع بالشخص للتجربه، ابدل التجربه، يعني عند الشخص اللي يعاني من عدة نعم. ابدل طبيعه التجربه حتى تخلق عند الشخص اللي يعاني من عدها شعور اخر. طريقه بسيطه وطريقه اي نعم يحتاج لها، يعني تقريبا يعني انا من اسوي جلسات اشي في 45 دقيقه اذا ممتازه وجلستين وثلاثه، طريقه جميله جدا ونافعه. يعني ترجع انت، احنا في خط الزمن عند التايم لاين، ترجع بالتايم لاين في خط الزمن ومن ثم تبدي تصلح يعني التجربه، تضيف لها بعض الامور اللي تخليها تكون اخف يعني وطئ على الشخص اللي يعاني منه. صحيح. طيب اقفك شيء او اقدر استمر الدكتور؟ بس هو حافظ نوه على نقطة، يعني كان واضح جدا بأنه زوجته اللي تمر به هو حال نفسية. زين، مو من الأفضل لو مراجع بها على الطبيب نفسي، ولو ما عندنا هذا المفهوم الشائع أو إحنا يمكن نخجل من هذا الموضوع، هو فضل إني وديها لأطباء حتى يشوف إذا عندها مرض عضوي. أنت ذكرت وكانت حالتها واضحة إنه هي تعاني من مرض نفسي. إذا كل التمارين اللي ذكرتها هي غير مفيدة، لأن حالتها مبين أنه واصلة لمرحلة معقدة، أنت هنا تنصحها أنه يراجع بها للطب النفسي بالضبط حتى عسى ولعل ترجع لحالتها الطبيعية؟ أكرر وأقول وعيد كلامي حتى كلامي لا يفهم خطأ. نعم بالضبط. الأساس اللي نرتكز عليه هم الأطباء النفسانيين، يعني هذا نقطة مفصلية 100%. صحيح. يعني اي حاله تنعرض على الاطباء النفسانيين، احنا اللي يهمنا بانه ما دام الطبيب النفسي ياكد بانه عدم وجود صح، يعني اكرر واقول نرتكز على ما يقولوهم، بعدين يجي شنو؟ بعدين يجي دورنا العلاج السلوكي المعرفي او الكوتشنج او التنميه البشريه، بل اكو بعض العلاجات كثير موجوده، يعني هذه الطرق اللي تقدر تساعد الشخص اللي يعاني منها. صحيح. على هذا الاساس اكرر اقول بانه اذا الطبيب يعني اكو فرق بين طبيب دارس طب تشريح الدماغ اللي مختص بالامراض النفسيه، واكو فرق بين الدكتور النفسي اللي دارس سايكولوجي. لازم نفرق بيه اكو طبيب واكو دكتور سايكولوجي واكو معالجين. اكو معالجين يعني اللي اكرر واقول التنمية البشرية، الكوتشنج، كثير من هذه الأمور. نعم. فإحنا نرتكز على النقطة الأساسية اللي هي الطب النفسي، الطبيب النفسي. نقطة مهمة ومن جدا. ومن ثم تأتي بقية الحلول. صح. من ثم تأتي بقية الحلول. زين. النقطة اللي أريد أقول عدت شيء حسناء؟ لا تفضل دكتور استمر. أوكي. أكو نقطة مهمة جدا بأنه اللي خاف إحنا شيء نستخدمه وياه، نقول له يلا يا عود ماكو شيء يصير سبع وتشجعه. بالمناسبه وتشجعه على التفكير الايجابي. زين. التفكير الايجابي مع الخوف لا يعمل. اوف، انتبهوا الى كلامي مشاهدينا الكرام. التفكير الايجابي، انت لما تيجي واحد يخاف من مساله معينه وتقول له فكر ايجابي، ما تشتغل وياه. ليش ما تشتغل وياه؟ لأنه التفكير الإيجابي إلى دور آخر، ليس وظيفة حتى يخلي هذا الشخص يطلع من هذه المشكلة. يعني ممكن هنا الدكتور يشتته بالتفكير أو يأزم حالته. يعني
انا اقدر اقول يضره ما يفيده. يعني يمكن عندك. يمكن هنا أنا مثل لاعب كره القدم من يريد يسدد ويصير تشجيع المشجعين فيرتبك وتفكيره يتشتت. يعني اللي اريد اقوله مثلا خلينا ناخذ مثلا اللاعب اذا ما عنده المهاره الاساسيه كلاعب وتيجي تقول له فكر ايجابي حتى تلعب زين هو ما عنده المهاره الاساسيه حتى يكون لاعب كره قدم جيد. صح. فكيف تيجي تقول له يلا وتوكل والشجعه ما تشتغل عليه. مستحيل. زين شلون اتعامل بهذا الحال؟ بعدين هذا الطالب ينزل. اي صح. بالضبط. بعدين الطالب ينزل للملعب وكل شيء ما يسوي يعني ما يحقق النتيجه اللي هو يريد على هذا الاساس لانه تيجي انت تقول اللي عندك عقده الخوف تيجي تقول له تعال فكر تفكير ايجابي حتى تطلع من عقده الخوف اسلوب خاطئ جمله وتفصيل ومستحيل اللي تقدر تسوي بانه يا اما النقاط اللي انذكرت اللي ذكرتها عبر قناه الكريم نعم يقدرون المشاهدين الكرام يرجعون الى في التسجيل ان شاء الله هو يعني اكثر نقطه انا اركز عليها اللي هي شنو اللي هي بانه تواجه مخاوف اعطيكم مثال اكو بنت كان عمرها 16 سنه نعم. ما ادخل بتفاصيل من تكون هذه البنت أوكي. بنت عمرها كان 16 سنه وصل البنت بها بانه ما تقدر تصعد بالمصعد يعني كان مثلا اهلها ساكنين في الطابق الاخير 9 طوابق المسكينه كانت تصعد 9 طوابق وتنزل 9 طوابق تتعب ولا تصعد انا اسويها بكل بساطه بكل بساطة جيت جبت البنية أول مرة اشتغلت وياها على تبديل الصورة بدلت صورة المصعد بدلت بأنه هي بالداخل يعني داخل المصعد حطيت لها موسيقى حطيت لها شغلات تحبها حطيت أمور هي ترغب لها فبدلت عليها الصورة داخل المصعد لما تكون داخل المصعد ثاني شيء جيت وياها قلت لها امشي خلينا نواجه مخاوفك فجيت وياها البنية هاي جيت وقفنا أمام المصعد قلت لها دوسي دقمة المصعد طبعا كان عندها نوع من الخوف داست دقمة المصعد قالت لي ما اقدر اصعد كانت خايفه قالت لي ما اقدر قلت لها اصعدي قالت لي ما اقدر اذا ملحت عليها قلت لها خلينا نرجع ورا فتره المهم شويه جبتها للمصعد قلت لها دوسي دقمة المصعد داست قلت لها صعدي بالمصعد صعدت قالت لي بس ما انزل بالمصعد انا ما ضغطت عليها قلت لها اوكي براحتك طلعنا المره الثالثه داست دقمة المصعد دخلت بالمصعد انا بقيت برا وهي نزلت لي الطابق الاخير ممتاز. فاشتغلت عندنا فعدنا نقدر ايضا طريقه اخرى اقدر اضيفها الى مشاهدينا الكرام بانه انت تتجاوز مخاوفك بشكل تدريجي يعني شويه الى ان تستطيع ان تهزم مخاوفك وتنتصر على مخاوفك تدري فعلاً. دكتور كريم انت فتحت عيني على اهم نقطة وصارت عندي هذه الحالة شخص كلش مقرب مني ومن البيت حصرا يعني هي اختي دائما عندها الخوف عقدة الخوف من المرض ودائما تشكي اني بيهتش اوديها على الف دكتور يابا ماكو شيء تطلع التحاليل نظيفة بس انا شفت اتعامل وياها وللاسف وانت قلت هذه النقطة ابدا مو صحيحة وهذا التعامل مو صحيح اقول لا انت ما بيهتش انت وهواسية انت تخافين قولي يا الله ماكو شيء خوف هاي التحاليل قدامك ماكو شيء تشوف حالتها تتأزم فهنا المشكله يمكن بيا اني وباسرتي اللي كنا دائما نلومها انه انت تخافين او انت معقده الامور وانت يتهيأ لك وهذا الشيء مو صح اوكي شلون صارت اختك بعد تعاني من هاي الازمه لو صارت زينه افضل شويه بس بدت اكثر شيء تتقرب الرب والعالمين بدت تخاف انه هاي يمكن باي ساعه اني لحموت واني مريضه بس انتم ما تصدقون بي اوكي اذا تحبين ان شاء الله تليفوني عندكم يعني اكيد طبعا الهاتف خلي تتواصل وياي انا مستعد يعني ان شاء الله اسوي لك جلسات خليها ترجع مثل قبل ربي يبارك فيك مصطفى عندك شيء اقدر اضيف شيء اخر لا تفضل ضيف لانه بعد ان شاء الله راح نختم الفقره طيب اللي اريد اقوله بانهم يعني خلينا ننتصر على مخاوفنا نعم اذا عندك مخاوف المخاوف هو ليس شيء حقيقي لانه انت ما تعيش الحياه تعيش عقلك لانه هذا الخوف هو ما له وجود بالحياه له وجود فقط في عقلك فانت اللي تريد تبدل بدل طريقه تفكيرك بدل طريقه تفكيرك وتعاطيك مع مخاوفك في هذه الحياه وشويه شويه الى ان تقدر حقيقه تقهر مخاوفك ودائما اكرر واقول
تواصل مع رب العالمين، قوي علاقتك برب العالمين واطلع من الانا، الايجو اللي انت مركز نفسك عليها، اللي انا انا انا، اطلع من عندها وكن مع المجموعه، كن مع الكون وكن مع الله سبحانه وتعالى، لانه حقيقه انت اللي تستفاد وانت اللي تكون منتصر في النهايه، لانه انت الانسان تستحق الكثير، لانه الله سبحانه وتعالى كرمك في كتابه واعطاك من الكثير من الامور اللي ما اعطاها غيرك. واختم واقول خير الناس من نفع. من نفع الناس، واحنا دائما المستفيدين ودائما المشاهد المستفيد بوجودك ويانا دكتور كريم الترابي، شكرا لك. يا مرحبا، شكرا جزيلا حياتي. وشكرا جزيلا مرة أخرى لقناة الرشيد الفضائية، قناتنا الكريمة، ولكل متابعينا الكرام كل مكان. شكرا لدكتور كريم الترابي، كان يانا عبر السكايب بمحور الصباحي لهذا اليوم، واكيد هذه مو اخر مره راح يكون يانا عبر السكايب، ان شاء الله انتظرونا الاسبوع المقبل ايضا بموضوع جدا مهم، هو ذكرى عن شلون ممكن احنا نتعامل كعوائل وكاهل مع اطفالنا، لان هذا الموضوع هو جدا مهم وحساس. اذا باقين مستمرين وياكم مشاهدينا الاحبه بفقراتنا الصباحيه، لكن بعد هذا الفاصل.